لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد في مواجهة الديربي غريمه فريق الرجاء الرياضي، وذلك لحساب الجولة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويحصل فريق الوداد المركز الثاني ب42 نقطة، وسيبحث عن نتيجة الفوز ضد فريق الرجاء لتقليص فارق النقاط بينه وبين فريق الجيش الملكي صاحب المركز الأول ب44 نقطة، فيما يتواجد فريق الرجاء الرياضي في المركز الرابع ب33 نقطة، ويسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية في الديربي والاقتراب من مقدمة الترتيب في البطولة الوطنية. وتنطلق مواجهة الديربي يوم الأربعاء 5 أبريل بداية من الساعة 10 ليلا بتوقيت المغرب، وذلك على أرضية مركب محمد الخامس لحساب الجولة 21 من البطولة الوطنية. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة رياضية المغربية بشكل حصري.